avec un vieux homme. Il est jeune. Avec un petit camion. Oui, oui. الباك الفحاتة ما على بالناش سينو كنا نجيبكم بعثوا لنا نخدموا نعطي فيك شوية كاش تخلط ورقة مع ورقة مع ورقة بالك ما تعاودش حنا كامل فتنا عليها على كل شيء بداية ماشي ربي سهل ان شاء الله. أنا إيناس بولعيش صاحبة معدل 19.12 على معدل في ولاية الجزائر، ونشكر العائلة تاعي الكريمة اللي كانت معايا وفي هذه المواقف ووفرت لي كاع الظروف اللي نقدر باش ندرس منيح. ويعني كان البارح يعني كان شويه نهار صعيب، مستريس بزاف، كنت مستريسيه بزاف، حتى العائله كاع كانت مستريسيه. بصح جست كي شفنا بك النتيجه فقط شغل هذاك التعب كاع راه، هذاك ستريس كاع راه. نقول لك الحمد لله، دونك راني فرحان. بنتي جابت الاخوه اسمه اون مويان دو 19.12، دونك راني فرحانه بها. وزيدنا الاخوه اسمه، نشكر كاع الاخوه اسمه الناس اللي عاونوها في c'est-à-dire pendant toute la période de l'année, que ce soit les enseignants ou que ce soit la famille. احنا جد فخورين بنتنا، الحمد لله كان مشوار صعيب عليها مي مشينا فيه الحمد لله. كنا دايرين بروغرام على جالها، شغل خدمتنا كاع كانت هي، كنا مدينا كلش ليها.